السلام عليكم وتحياتي للجميع. نحن على أبواب 2024، أتمنى أن تكون سنة خير وسلام على الجميع، وكل عام وأنتم بخير. وبحب هنئ الأخوة المسيحيين بأعيادهم المجيدة، وكل عام وأنتم بخير أيضا. أصدقائي، مع عام 2024 راح يكون هناك في تغييرات جديدة في ألمانيا. راح نذكر أبرز التغييرات اللي بتهم سكان ألمانيا أيضا. طبعا معنا يومين ثلاثة ندخل في عام 2024. الآن الحكومة الألمانية يعني انتهت من الزيادات وانتهت من قرارات وانتهت من كل شيء. السياسيين الألمان الآن في عطلة أعياد الميلاد، فراح نشوف مع بعض أهم التغييرات. أولا بخصوص التغييرات اللي بتخص المواطنين اللي عم يشتغلوا، سيكون هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور من 12 يورو إلى 12 يورو و41 سنت لساعة العمل الواحدة في ألمانيا. إذا ما راح يكون في أقل من 12 يورو 41 سنت. طبعا يعني هدول بهم الأشخاص اللي عم يشتغلوا برواتب قليلة جدا، يعني تحت هذا الرقم ما راح يكون في حدا عم يشتغل بألمانيا تحت 12 يورو 40 سنت. ألف مبروك لكم جميعا اللي عم تشتغلوا، بتستاهلوا أكثر، بعرف تستاهلوا أكثر. أيضا نأتي للأشخاص اللي عم ياخذوا المساعدات اللي على الجوب سنتر، راح يكون هناك في يعني زيادة فينا نعتبرها كبيرة، لأنه 11% تقريبا اللي عم يعيشوا لوحدهم راح يكون هناك في زيادة راح تصل ل 563 يورو للشخص الواحد الأعزب اللي عايش لحاله. الأطفال اللي أعمارهم ما بين 14 إلى 17 سنة راح ترتفع المساعدة بتاعتهم من 450 يورو إلى 471 يورو لكل طفل فينا نعتبره أو قاصر عمره بين 14 و17 سنة. أيضا المتزوجين سيرتفع المساعدات المقدمة لهم من 451 يورو إلى 506 يورو للزوج و506 يورو للزوجة المتزوجين. أيضا للشباب اللي أعمارهم تحت 25 سنة وفوق 17 سنة راح ترتفع المساعدة بتاعتهم من 402 يورو إلى 451 يورو. والقصر اللي أعمارهم الأطفال فينا نعتبرهم ما بين 6 إلى 14 سنة أو إلى 13 سنة راح ترتفع المساعدة بتاعتهم من 348 يورو إلى 390 يورو. والأطفال اللي عمرهم ما بين سنة إلى 5 سنوات أو أقل من سنة حديثي الولادة إلى 5 سنوات راح ترتفع المساعدات المقدمة لهم من 318 يورو إلى 357 يورو. طبعا يعني بتجي هاي هذا الارتفاع في ظل تضخم، ارتفاع الاسعار، غلاء المعيشه اللي بيصير بالمانيا وبكافه دول الاتحاد الاوروبي وفي كافه العالم يعني. ايضا الميني جوب في المانيا راح يرتفع من 520 الى 538 يورو بزياده 18 يورو. الميني جوب اللي ما بيعرف هو العمل لساعات قليله لساعات معينه، يعني ما هو دوام كامل، نصف دوام فينا نعتبرهم. ايضا راح يكون هناك في زياده للكيندا تشوسلاك. ما هو الكيندا تشوسلاك؟ هذا الكيندا تشوسلاك بحق للاشخاص اللي عم يعملوا اللي عم يشتغلوا وعندهم اطفال، راح ترتفع هاي الزياده من 250 يورو الى 292 يورو فقط اللي عم يشتغلوا وعندهم اطفال. يعني اذا انت عم تشتغل دخلك ضعيف، انت عم تشتغل زوجتك ما عم تشتغل، عندك طفل، ممكن ياخذ مع الكيندا جيت والكيندا تشوسلاك مع العام الجديد 542 يورو لكل طفل ابتداء من 1/1/2024 حسب ما اعلنت عنه بالساعات القليله الماضيه وزيره الاسره الالمانيه عن حزب الخضر السيده ليزا باوس. طبعا هاي الاشياء، هاي الزياده على الاغلب بنسبه 95% ما بدها اوراق، ما بدها تقديم اوراق، الزياده بتكون اوتوماتيكيه فورا تنزل على حسابك بالبنك. رب العمل او اذا تاخذ مساعدات من الدوله فورا بالزيادة بتنزل اوتوماتيكيا على حسابك في البنك، ما في داعي تقدم اي اوراق اضافية او تعمل اي شيء. بالنسبة للكيندا تشوسلاك حتى اللي عم يشتغلوا ودخلهم مرتفع شوي وما عم ياخذوا كيندا تشوسلاك فيكن تقدموا، تسألوا الفاميليا كاسا وتسألوا اذا بحق لكم تاخذوا كيندا تشوسلاك او لا. طبعا يعني التقديم حتى ولو اجى الرفض هو ما في اي مشكلة، بيكون انت سويت اللي عليك. ايضا الاشخاص اللي عم يعملوا في المجال الرعاية الصحية راح يكون في بالمستشفيات، الممرضات الممرضين بالمستشفيات مراكز صحية راح يكون هناك في زيادة برواتبهم طبعا. والاشخاص اللي عم يعملوا تدريب مهني
بهذه المهنة في مجال الرعاية الصحية راح يكون هناك في زيادة برواتبهم أيضا أثناء التدريب المهني. مثلا السنة الأولى راح يأخذوا 649 يورو، السنة الثانية راح يأخذوا 766 يورو، السنة الثالثة والأخيرة راح يأخذوا 876 يورو. أما اللي بيشتغلوا برعاية المسنين الألتنهايم راح يكون لهم زيادة كمان بداءا من 1/5 زيادة على ساعات العمل، يعني ممكن ياخذوا 19 يورو 50 سنت للساعة الواحدة اللي عم يشتغلوا في مجال رعاية المسنين الألتنهايم. ناتي حاليا للأشخاص المطلقين، الأزواج الزوجات اللي كانوا متزوجين وطلقوا وعندهم أطفال، راح يكون في زيادة لنفقات. مثلا شخص زوج وزوجة كانوا متزوجين وطلقوا وفي عندهم طفل أو طفلين، وهدول الأطفال عم يبقوا مع الأم والأب عم يشتغل ولكن مطلقين، فنفقات هؤلاء الأطفال راح يدفعها الأب. ماذا ينبغي أن يدفع الأب؟ كم يورو يحق لهؤلاء الأطفال أن يأخذوا من أبوهم من والدهم؟ يدفع الأب لكل طفل 480 يورو تحت 6 سنوات، وإذا كان عمر الطفل 6 إلى 12 سنة يدفع 551 يورو عن كل طفل. هذا بالنسبة للأشخاص المطلقين اللي كانوا متزوجين مطلقين وعندهم أطفال. أيضا للمتقاعدين سيكون هناك زيادة في راتب المتقاعدين ب 3.5 شهريا، 3.5% شهريا للمتقاعدين، راتب المتقاعدين. طبعا نحن نعرف انه في عنا اكثر من 21 مليون متقاعد في المانيا، هذول كانوا عم يشتغلوا لسنوات طويله والان متقاعدين وبيستحقوا هذه الزياده حقيقه، سنوات من العطاء والعمل والمثابره والاجتهاد. يعني بعد شخص ما يتقاعد يعني حقيقه بحق له وبيستاهل هاي الاموال. اصدقائي هاي كانت الزيادات، ما نطول الفيديو ل 20 دقيقة 25 دقيقة وتملوا من الفيديو. هاي زيادات باختصار في ألمانيا، مثل ما قلنا غلاء المعيشة، يعني كل شيء عم يتغير شوي شوي عم يكون غالي، تضخم، ارتفاع الأسعار، هذا بيؤدي إلى كمان ارتفاع في ساعات العمل، ارتفاع سعر ساعات العمل، ارتفاع الأجور، ارتفاع المزادات الاجتماعية المقدمة للأشخاص اللي على سبيل المثال على الجوب سنتر، وفي عنا يعني عدد كبير جدا من أشخاص الآن على الجوب سنتر، أكثر من 5.5 مليون شخص، يعني عدد كبير جدا وضخم جدا. بعد ما كان في يعني مفاوضات ومعارضة شديدة من المعارضة الألمانية، كان في خلاف ما بين الحكومة والمعارضة، ولكن كانت أمور قانونية بخصوص الزيادات خاصة بالنسبة للجوب سنتر، ما كان بإيد الحكومة ولا بإيد المعارضة، كانت أمور قانونية. بالأخير دخلت حيز التنفيذ وأصبحت قوانين نافذة وزيادة نافذة. المعارضة حاولت كتير توقف الزيادة خاصة على الجوب سنتر، ولكن بالأخير دخلت حيز التنفيذ. أصدقائي أنا هيك بكون تهيت من الفيديو. نحن على أبواب عام جديد، بتمنى لكم كل الخير والمحبة، وأتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة دائما. اشتغلوا قدر المستطاع حسب شهاداتكم المهنية الجامعية، اشتغلوا بشهاداتكم، عدلوا شهاداتكم، اعملوا انجازات. المثابرة دائما ما بتكون فاضي، المثابرة دائما حتى ولو اجت متأخرة بتجيب لك نتيجة. نبتعد عن الاشياء السلبية في ألمانيا، نفتح صفحة جديدة للأشخاص اللي ما قدروا يتعلموا لغة، اللي ما قدروا يساووا شيء، اللي ما لحد الآن بألمانيا مو مدمجين بشكل جيد. السنوات الماضية خلص نطوي صفحتها، نسكر صفحتها، نغلق هذا الكتاب، نفتح كتاب جديد، نفتح صفحة جديدة، ونركز على الأشياء الإيجابية، نركز على الجزء المليان من الكاس، نقول نحن باللهجة السورية، فنشوف الجزء المليان من الكاس ونشتغل عليه. وبالأخير بتمنى لكم كل الخير والمحبة، وديروا بالكم على أنفسكم. يعني الوضع الجو في ألمانيا متقلب حاليا شوي، في عواصف، في أمطار، في رياح، يعني درجات الحرارة عم ترتفع، عم تنزل وعم تطلع، فانتبهوا على أنفسكم. شوفكم فيديو آخر، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، والسلام عليكم.